تعد الحديقة الجيولوجية في جبل بحيص إنجاز علمي وثقافي وبيئي وسياحي وحضاري متفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم افتتاح حديقة بحيص الجيولوجية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة في 20 يناير لعام 2020 بهدف تعريف الزوار بالأهمية الجيولوجية لجبل بحيص ومناطق الشارقة التي تحيط به، لتكون مكرمة وهدية من سموه لعشاق السياحة الجيولوجية والبيئية. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هي المشرفة على محمية جبل بحيص والحديقة الجيولوجية، حيث توفر لزوارها جميع الخدمات لتجعل من الحديقة مشروعاً بيئياً ومنزهاً سياحياً رائداً يعتبر الأول من نوعه في الدولة، إذ تتضمن الحديقة معالم جيولوجية وأحفوريات من ملايين السنين، وتتميز بتصاميم فريدة في مساراتها يمكن من خلالها التعرف على كيفية تكون أبرز المعالم الجيولوجية في المنطقة مثل سلسلة جبال الحجر والجبال المنفردة الأخرى والسهول الحصوية وكثبان الرمال. عبر معروضات القاعة الداخلية والتجول في مختلف أرجاء الحديقة الخارجية تأتي الأجوبة والمعرفة عن متى وكيف تشكلت أرض الشارقة، حيث تتضمن الحديقة موقعين أثريين يسهمان في تعزيز معرفة تاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة والذي يعود إلى أكثر من 125,000 سنة. يتضمن الموقع المميز للحديقة جبل بحيص دلائل تاريخية حول كيفية تشكل الطبيعة المحلية قبل فترة لا تقل عن 93 مليون سنة. الحديقة تتميز بقاعتين تعليميتين، القاعة الأولى تحتوي على معلومات عن قصة نشأة الشارقة، أما القاعة الثانية تحتوي على جميع المعروضات وركن تعليمي للأطفال، إضافة إلى القاعة التي يتم فيها عرض الفيلم الوثائقي الذي يسلط الضوء على ما تعرضت له الشارقة من عوامل جيولوجية على مدار العصور، ليكون الجميع على موعد لاكتشاف الكنوز الثمينة المدفونة في إمارة الشارقة.